أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم بحجم الوطن، السلام عليكم بحجم الوطن الذي تبدعون في رسم شوارعه وأزقته، وتنشرون الطير والنوارس على شواطئه، وتشبعون بالألوان بهجة ونضارة، كيما تغني البلابل على الدوح في سعادة وهناء، وتعرف الأجيال القادمة طريقا للحياة. طبعا باسم الإخوة في مكتب القائد يحيى السنوار أبو إبراهيم، نرحب بكم في هذه المسابقة والإعلان عن هذه المسابقة والجوائز من خلال التصاميم التي وصلت إلى هذه المسابقة. اليوم نعلن من خلالكم ومن خلال هذه المشاركات على 10 جوائز أو 10 مشاركات التي وصلت إلى النهاية، ومن خلال الأخوة الذين صمموا وكانوا متواجدين على مدار الأيام الماضية معنا، وهم اليوم نحن متواجدون معنا اليوم. فلذلك بإذن الله سنعلن على مسامعكم هذه النتائج. النتائج ستكون بإذن الله عز وجل 3 جوائز أو 4 جوائز، ستكون المكرر الثالث ومن ثم الثاني ومن ثم الذي فاز بالمركز الأول. ها نحن اليوم وإياكم في لقاء تكريمي للمشاركين في مسابقة شعار المصالحة الفلسطينية، وقد كانت نفوسنا ترنو لنكرمكم ولنكرم كل من شارك في هذه المسابقة. صدقا لقد تابعت اللجنة وعلى مدار الأيام السابقة مشاركاتكم وتعليقاتكم واستفساراتكم عبر وسائل المختلفة، فلذلك قررت اللجنة أن تقول كلمتها اليوم بعد الانتهاء من هذه المسابقة، والتي بإذن الله عز وجل يكون لها ما بعدها في تحقيق المصالحة الفلسطينية المرجوة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني. جاء اليوم الحصاد، وبعد الأيام الطوال التي أعلننا من خلالها هذه المسابقة لشعار المصالحة الوطنية الفلسطينية، ها نحن اليوم أمام 10 من الفائزين والذين ترونهم اليوم في هذه القاعة الموقرة، الذين استطاعوا أن يقنعوا لجنة التحكيم في هذه المسابقة أن هذه 10 تصاميم هي التي تستحق أن تفوز. ونحن في نظرنا أن كل هذه الشعارات قد فازت، ونحن تشرفنا وفي لجنة التحكيم أيضا بأن ننظر إلى هذا الهم الفلسطيني الكبير الذي يرنو إلى المصالحة من خلال هذه التصاميم التي وصلتنا. لا نخفيكم سرا أنه كان عدد المشاركات كبير جدا، وكانت هذه المسابقات لم نتوقع هذا الحجم، فقد وصلت هذه المسابقة 1400 تصميم، ومن ثم باشرت لجنة التحكيم الموقرة بفرز هذه التصاميم في أكثر من اجتماع لكي تصل في النهاية إلى هذه 10 تصاميم. لذلك نكرم اليوم هؤلاء 10 الذين نافسوا على المركز الأول والثاني والثالث والثالث مكرر، ونقول بأن هؤلاء المصممون الذين شاركوا في هذه المسابقة كان العديد منهم من فلسطين ومصر والجزائر والسعودية والمغرب والسودان ولبنان والأردن، وكان جل هؤلاء من فلسطين في هذه التصاميم التي وصلت. نشكر لكم هذه المشاركة ونشكر لكم دعمكم للمصالحة الوطنية الفلسطينية باسم حماس وباسم قائدها في غزة وباسم كل الحر أبي على هذه الأرض في فلسطين وخارج فلسطين. قبل أن نتلو عليكم هذه النتائج وبعض التفاصيل، نبقى الآن مع كلمة للناطق باسم حركة حماس الأستاذ حازم قاسم، فليتفضل على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نرحب بجميع الضيوف في هذه القاعة، الإخوة المشاركين في المسابقة من المصممين، الإخوة وسائل الإعلام، الإخوة الضيوف الكرام، الإخوة لجنة التحكيم ممثلة بالأخ أبو خالد، نرحب بكم وننقل لكم تحيات الأخ يحيى الصنوار أبو إبراهيم
وشكره لكم أولا للمشاركين في المسابقة وللحضور الكريم. اليوم نحن في صدد الإعلان عن نتائج مسابقة تصميم شعار المصالحة الفلسطينية الذي أعلنت عنه حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة عبر مكتب رئيسها في الحركة الأخ يحيى الصنوار أبو إبراهيم، كجزء من حالة الحراك الشعبي والجماهيري الذي تقوم به حماس لحماية وصيانة المصالحة. وهذا الحراك هو قرار مركزي من قيادة الحركة. هناك أنشطة في حماس في الخارج تقوم بمجموعة من الأنشطة يقودها رئيس إقليم الخارج، هناك محاولة لأنشطة في الضفة الغربية، لكن وضع الحريات والاحتلال يمنع جزء كبير من هذه الأنشطة، وهناك حراك شعبي هنا في قطاع غزة يرعاه مكتب رئيس الحركة الأخ أبو إبراهيم السنوار. تريد حماس من هذا الحراك أن نحمي هذه المصالحة، أن نصون هذا الخيار عبر الإرادة الشعبية، عبر إرادة الجمهور الواسع والرأي العام الفلسطيني الداعم للمصالحة، أن نحمي هذا الخيار، أن نسيجه بسياج الإرادة الشعبية والجماهيرية، وألا نسمح لأحد كائنا من كان أن يتراجع عن هذا الخيار أو يتنكب عن هذا المسار. هذا قرار استراتيجي عند حماس لا رجعة عنه، سندفع باتجاه إنجاز المصالحة بكل ما نملك من قوة سياسية وقوة إعلامية وقوة جماهيرية وشعبية، ونستنفر كل طاقات شعبنا الفلسطيني في كل مكوناته لإنجاح هذه المصالحة. أيضا هذه المصالحة، الحراك هذا، لأنه المصالحة ليست بين فتح وحماس. صحيح أن الانقسام هو كان بين فتح وحماس في الفترة السابقة، لكن نعتقد أنه بخطوات حماس الإيجابية الكبيرة من تخليها من قيادة الجهاز التنفيذي بحكم أغلبيتها في المجلس التشريعي إلى حلها للجنة الإدارية، إلى تسهيلها لدخول الحكومة وتعاملها، وأخيرا تسليمها بالكامل لمعابر قطاع غزة تطبيقا لآخر اتفاق في القاهرة، هي الآن خرجت من مربع كونها طرف في الانقسام، ولن ترجع الحركة في هذا المربع بأي حال من الأحوال. نحن غادرنا مربع الانقسام، لن نكون طرف فيه بأي حال من الأحوال ولا بأي صيغة من الصيغ. خرجنا من هذا المربع مرة واحدة وإلى الأبد. نحن الآن أمام حالة من عبور من الانقسام إلى المصالحة للوصول إلى ما هو أهم، وهو الشراكة السياسية الكاملة التي تشارك فيها كل مكونات شعبنا الفلسطيني تحت إطار وطني ومؤسسة وطنية جامعة ضمن برنامج سياسي مشترك عليه. الآن هذه المصالحة الفلسطينية يراد لها أن نحميها بسواعدنا، بأقلامنا، بتصاميمنا، بأعمالنا الفنية، بأعمالنا الشعبية، بحراكنا الشبابي، أن نحمي هذا الخيار الوطني، لأنه دون هذا الخيار نعتقد أن القضية ستكون في خطر كبير. يلاحظ يا إخواننا من حجم المشاركات الكبير كما تفضل أستاذ إبراهيم، أكثر من 1400 تصميم، أن هناك رأيا عاما كبيرا، رأيا عاما جماهيريا واسعا، بأن هذه المصالحة هي خيار وطني، وهي خيار مدعوم من كل شعبنا الفلسطيني. هناك أعداد كبيرة شاركت، كل شعبنا الفلسطيني يريد لهذا المسار أن يكتمل وأن يتم، يريد لهذه المصالحة أن تعبر إلى بر الأمان. أيضا لوحظ توزيع المشاركات، شعبنا الفلسطيني في الضفة والقدس وأهلنا في 48 وهنا في قطاع غزة وفي الشتات، جميعهم شاركوا في هذه المسابقة ليقول شعبنا في كل أماكن تواجده أن هذه مصالحة ليست توحيد الضفة وغزة أو إنهاء الانقسام من فتح حماس، هذه إرادة جمعية لكل أبناء شعبنا الفلسطيني بأن يتشكل لهم مظلة وطنية جامعة قادرة على تمثيل كل مكونات شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده. أيضا إخواننا لوحظ مشاركة واسعة من الدول العربية والإسلامية لتقول هذه الرسالة، أنه كل من يحب القضية الفلسطينية، كل من يريد الخير لقضيتنا ولشعبنا الفلسطيني هو من عالمنا العربي والإسلامي، يقف خلف هذا الخيار الذي هو خيار المصالحة الوطنية الفلسطينية. لوحظ أيضا أن الشباب هم المكون الأكبر للمشاركين، ليكون دائما هم المعول عليهم في حماية الخيار الوطني، في حماية المصالحة وحماية القضية وثوابت شعبنا الفلسطيني. أخيرا نعتبر أن كل من شارك في هذه المسابقة هو فائز بها، فائز لأن حققنا هدف أن يشارك كل شعبنا كل مكوناته بهذا الحراك الواسع من أجل هذه المصالحة.
الكل فائز وإن لم يشارك أو يفوز في مراتب متقدمة، لكن أعتقد أن الكل فائز ويستحق التكريم. لكننا سنكرم كما تفضل الأول والثاني والثالث مكرر. نكرر شكر مكتب رئيس الحركة الأخي هالسنوار للجميع الحضور ولمن شارك في المسابقة، وتهانينا للفائزين. وإن شاء الله يعني تكتمل هذه اللوحة، لوحة إنهاء الانقسام، المصالحة الوطنية، الشراكة الوطنية الكاملة في القرار الفلسطيني تحت مظلة وطنية جامعة تمثل الكل الفلسطيني في كل أماكن تواجده ضمن برنامج سياسي متفق عليه، يعتمد المقاومة بكل أشكالها طريقا للتحرير والعودة، ويتفق على أنه لا أحد يستفرد بهذا القرار الوطني الفلسطيني. مرة أخرى بارك الله فيكم، أهلا وسهلا فيكم، ألف مبارك للفائزين. شكرا للأستاذ أبو أحمد. الآن سنكرم كل من شارك في هذه المسابقة من أصحاب المصممين الأساتذة الذين شاركونا فيها جميعا، ومن ثم سنعلن النتيجة. فإن شاء الله على بركة الله نكرمهم. فضل أبو أحمد خدام أشهد أن أحسن. أستاذ المصمم وليد كريجا، تفضل. هات معك الطبية وهات معك الشرطة معك. هذا بس ما أتمنى ضربة بس ما زال ضربة. تعالي هاي الله كويس بس كل البلوز صديق الشعر أساس الشعر صلاح الدين صافي، بس صلاح جهاد عصقول. طب من استاذ جهاد عصقول اكبر المشاركين سنة. لا شباب ما شاء الله. شيخ الشباب. طبعا كله. هو مصمم لوزارة الثقافة حسب ما سمعت من الناس. يعني مصمم. استاذ منير حمادة. طبعا هذا المشارك اسمه الحسين ذهبي من أغادير، مدينة أغادير المغربية، وقد وصل إلى المرحلة النهائية ولم يتسنى أن يكون أي أحد من المتسابقين أو من أحد ينوب عنها. إذا ما استجيبه لجنبك هي هذه لجنبك أستاذ هي على الأشعار. نعم هذا من المغرب الحسين، شارك في هذه المسابقة ووصل إلى المرحلة النهائية، وتم التواصل معه بوسائل مختلفة لكن ترك الأمر للجنة في التواصل إذا أسعفه الحظ في فوز. خالد السعيدني. أستاذ محمد منير الحداد.
محمد جرمي، محمد زبار، طبعاً حامد زمار يلوب عن الأستاذ حامد أستاذ إيش؟ كان عام وسعيد يلوب عن المتسابق حامد زمار من المملكة العربية السعودية. تمام. طيب إحنا ممكن الآن إن شاء الله نعلن عن الجوائز بعد ما خلصنا. الأخوة الكرام، كل من شارك فهو فائز، وكان هنالك يعني نقفر هذه خلاص. كل من شارك في هذه المسابقة وقد فاز وكان له شرف السباق ولم يعني بل لم يحالفه الحظ، فنتمنى إن شاء الله أن يكون له يعني في جولات أخرى. الآن نحن سنعلن على مسامعكم الثالث مكرر. الثالث مكرر، احنا عندنا ثلاث جوائز رئيسية، ولكن الجائزة الثالثة وهي بنفس القيمة المالية، لكن كان عندنا في لجنة التحكيم أن هنالك لابد أن يكون هنالك الثالث مكرر. الثالث مكرر المصمم وليد جريجا، خلينا نسقف الشباب. وليد جريجا طبعا مش موجود، تعالي غير دقيقة، أنا فكرتك درجة أنك موجود. اسمك وليد؟ ألف مبارك. الله يبارك. ما شاء الله عليك. بس روح. ألف مبارك. ما شاء الله عليك. سلام يا عيني. هيك أنا عشان نأخذ صورة مع بعض كمان شوية. تفضل جوا. الرقم صاحب التصميم الثالث والذي فاز في هذه المسابقة وهو المصمم الحسين ذهبي من المغرب. طبعا احنا بنوجه له تحيه عبركم يعني. نعم صحيح. لهذا المصمم الرائع الذي تعيش في يعني في احشائه وداخل قلبه القضيه الفلسطينيه، وشاركنا عاملا ان نصل الى مرحله المصالحه المجتمعيه والمصالحه الفلسطينيه ان شاء الله والشراكه. فان شاء الله سوف نصل لهذا الشخص ونرسل له إن شاء الله هذه الجائزه. الحاصل على المرتبة الثانية في هذه، طبعا نحن نعرض الآن على بعضكم بعض الجوائز، هذه المرتبة الثالثة والثالث مكرر. الحاصل على المرتبة الثانية المصمم الأستاذ، طبعا كان منافسة كتير قوية خاصة بين الأول والثاني، وكان تصويت عالي، وكذلك لجنة التحكيم حاولت أن تختار يعني. المصمم محمد الجرمي. مباركة. طبعا الآن المركز الأول وهو هذا المبتغى من كل هذه المسابقة، الذي وصل إلى المركز الأول وهذا الشعار الذي سيكون أيقونة في المرحلة القادمة
لكافة الفعاليات والمسيرات المساندة للمصالح الوطنية الفلسطينية. وكل هذه المسابقة جاءت لكي نختار هذا الرقم وهذه الأيقونة وهذا التصميم الرائع الذي سيكون بمثابة التصميم الوحيد الذي سيكون لكافة فعاليات المصالح الوطنية الفلسطينية. كان من نصيب المصمم المميز ابن قطاع غزة منير حمادة. انت قاعد تصور يا منير. اسمي مكتوب ولا لا؟ طبعا هذا التصميم اللي انتم شايفينه على الشاشة واللي بيكون موجود في هذا الهاشتاج انه سيكون ان شاء الله بمثابة هذه الايقونة سيطبع زي ما انتم شايفين على بعض يعني البلايز والطوال طبعا اذا كان في فعاليات ميدانية في المرحلة القادمة. فبنبارك لاخونا المصمم، شكرا جزيلا لك والف مبارك ان شاء الله. هيا بس ناخذ صورة جماعية مع الشباب كل المصممين مع بعض، تفضل. خلينا هان ابو احمد. يا الله يا الله على السلامة.